موضوع جديد بويندو بيوتي اليوم وهو العناية بالشعر، تقنية جديدة اللي هي برازيليان بلو اوت، رح نتعرف عليها أكثر مع إلي غريو. صباح الخير. صباح الخير. إلي حضرتك بزنس ديفلوبمنت دايركتور بـ إي جي صالون سبلاي، وناتالي مشري أهلا وسهلا فيك، حضرتك أيضا سيلز مانجر بـ إي جي صالون سبلاي. واليوم رح نحكي عن تقنية جديدة لحتى نهتم بالشعر، نزيد الرونق تبع الشعر، لمعية الشعر، واللي هي برازيليان بلو اوت اللي رح تعرفنا عليها اكثر. اكيد برازيليان بلو اوت هي برودكت معروف تريتمنت للشعر، هو سوبرلاتيف كومبلكس بقلبه موجود. برازيليان بلو اوت بالمبدا هو ديزاين ل يشتغل على شعر الكورست هير، على الدامج هير، على الكيميكال تريتد هير. عم نحكي عن انه عاملين له هايلايت دامج الكوتيكلز تبعه دامج. برازيليان بلو اوت بيعمل بروتين بروتكتيف لاير على شعره تيحميها. بنعرف نحن بيعمل سيلد للكوتيكلز اللي هي فروه الشعره، لما ينعمل صبغه او ينعمل اي شيء لنقول سحب لون ستريتنينج او اي شغل منها، حيكون اكيد عم يعمل بروتين بروتكتيف لاير على الشعره على الشفت اوف ذا هير. اكيد مثل ما عم نشوف هلا هون الاند ريزلت، في عنا البيفور اند افتر، الشعر فيري 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 كيرلي، عم بيكون الشعر صار ستريت. هون عم نشوف النتيجه اللي من بعد استعمال برازيليان بلو اوت، رح نفوت بتفاصيل استعمال ايضا هالبرودكت وشفنا النتائج مش معقول. لا اكيد اتس ا ميركل، في كثير عالم بتقول انه they change their life with it. بصراحه يعني if they youtube it بيشوفوا في كثير عالم they change their life، عم ينبسطوا كثير. ليه؟ لانه هو ديزاين للشعر مش بس تعمل تريتمنت. نتخيل انه شعر زبوني اللي كيرلي رح تعمل بلو دراي ب 30 بدها 30 دقيقه تقريبا او 45 دقيقه تعمل بلو دراي، بتصير تعمل بلو دراي ب 10 دقائق افتر ذا برازيليان بلو اوت. يعني عم بتسهل العمليه كثير، بلس راديان شاين، بلس هيلثي هير، بلس بس هالنتيجه اللي شفناها اللي هي يعني مش عند الكوافير، مش عند مصفف شعر، عملها هو الليس. لا هو مش بيعملها الليس، هي اكثر البرودكت هو مزبوط. البرودكت هو ديزاين فور بروفيشنال اونلي، اتس ا بروفيشنال سموزنج تريتمنت. سو بالنسبه للبروفيشنال سموزنج تريتمنت هو بس عند مزينين الشعر، المفروض يجي ياخذوا كورسز عندنا بالاكاديمي كرمال تيكونوا سيرتيفايد صالون تو يوز ذا برودكت اونلي. نعم، وطبعا نتيجه مرضيه ونتيجه فعاله جدا. ناتالي عندي هيك سؤال لإلك، هو عن كيفيه استعمال البرازيليان بلو اوت، بس قبل قبل في شيء كثير كثير مهم. انا سمعت انه كل هوليوود ستارز بيستعملوا بالفعل برازيليان بلو اوت وعم نشوف النتائج وفي اسامي. بصراحه ما هيك؟ بصراحه اتس بومينج اول اوفر ذا وورلد. في عندنا كثير من الماجازينز اللي هن فوك، بازار، هوليوود لايف، في اكثر من تي في شانل حكيت عنه، بي بي سي، اي بي سي، ام تي في، كلهم حكيوا عنه. اكيد ام تي في عم نحكي عن غير كمان كل الام تي في، كل الام تي في حكيت عنه، حتى الام تي في لبنان. بلس معظم نجوم هوليوود استخدموا مثل هاري باري، جينيفر انستون، جينيفر لوبيز، سلمى هايك، توم كروز، نيكول كيدمان. نيكول كيدمان، نيكول ريتشي، رح نشوف اكيد فيديو هلا بثبت على هذا الشيء. يلا الفيديو صار ريدي، رح نشوفه سوا نحن وياكم. I've actually had the Brazilian blowout. Have you heard of that? Of course, the big prize last night was the Oscar for Best Sound Editing. Both men thank their mothers, Brazilian blowouts, and Vidal Sassoon. What is it about women that makes certain people move towards the front? You know, like because they have a Brazilian blowout? I just spent like a fortune on this Brazilian blowout. My hair has never looked this good in my entire life. So ladies, unless you've been living under a rock, you've heard of the Brazilian blowout. Thinking about cleaning myself up a little bit, maybe wash my hair. I love it so much, I'm gonna fly Vidal f***ing Sassoon here to personally give you a Brazilian blowout. يا
يعني ايش كنا منفكرها مش معقول تكون هالقد طبيعيه، انما لا عم بيتبين انه فيها تكون هالقد طبيعيه من دون ما نقعد ساعات عند مصفف الشعر. نضلي في انواع لا كمان انواع مشاكل او لانواع شعر من برازيليان بلو اوت. مزبوط، في عندنا ثلاث انواع من البرازيليان بلو اوت. في عنا البرازيليان بلو اوت اوريجينال سولوشن اللي هي بتعالج الشعر وبذات الوقت بتنزله 80% ليس، يعني بتنتقل الشعر من ما تكون ناشفه فريزي لتصير ليس وفيري شايني وهيلثي. في عنا كمان بالبرازيليان بلو اوت برازيليان بلو اوت زيرو، هذا مختص بالشعر الكيرلي. سو اذا زبوني شعره كيرلي ما بدها ابدا تفقد الكيرلز تبعها، بتعالجه للكيرل بس بتعطيه شاين اكثر بس ما بتفقد الكيرلز ابدا. مثل مثلا المطربه ميريام فارس اذا عبالها تعالج شعرها تعطي شاين اكثر بتستعمل يعني مثل هالنوعيه الشعر من دون ما يروح الكيرلز، لانه اجمالا هيدي بتصير احلى، يعني الكيرلز بعد بصير احلى واجمل والطعجه بتصير ديفايند اكثر. لانه بالفعل الاشخاص اللي شعرهم كيرلي او شوي على ويزي اكثر وبيروح يعني عم يخافوا يعملوا له تريتمنتس لانه مره على مره عم بيتغير نوعيه شعرهم كليا. بعد في يمكن نوع بعد في عندنا نوع جديد اللي هو البرازيليان بلو اوت سيلكت، هو بين البرازيليان بلو اوت الاوريجينال اللي قلته قبل والبرازيليان بلو اوت زيرو. هو بنزل بس 50% من الشعر ليس واكيد بيعالجه. اليوم الترند لانه هي بتعرفي السوفت ويفز، سو اخترعوا هذا السيلكت ليتماشوا كمان مع الترند. يعني هلا ما هيك نتالي قد ايه بتداين فعاليه كل العلاجات اللي سميتهم قبل بداينوا لمده 3 شهور. هلا اكيد لازم انه الهير دريسر ينصح الزبونه انه تستعمل الافتر كير رينج تتحافظ على النتيجه اللي اخذتها من التريتمنت. اكيد مسيو الياس هلا بيفسر لنا اكثر عن اللي يعني هيدي الشغله يمكن يلي اكثر شيء بيستصعبوها السيدات، انه شو بدي اعمل من بعدها وبعد جمعه ببلش يتغير ويعني وما لي جلد وما عندي وقت. فهون بفتكر سهله كثير الامور. اتس سو سمبل بصراحه، يعني هي زبونه اوقات ما بتقتنع يمكن من مزين الشعر، بفكر انه هي عم بتبيعه البرودكت، بينما هي البرودكت هي ديزاين تتماشى مع هذا التريتمنت او حتى حيالها تريتمنت. لنقول بس تعمل برازيليان بلو اوت اكيد نحن قلنا عم تعمل بروتين بروتكتيف لاير، هالبروتين فاتوا على قلب الشعرة. إذا استخدمت شامبو ما في سلفيت، يعني سلفيت فري، رح يضلوا هالتريتمنت على الشعر لمدة أطول. فنحن عندنا بالبرودكت أكيد الأنتي فريز شامبو هو سلفيت فري شامبو، في بقلبه سوبر نوتريتيف كومبلكس اللي هي مجموعة مغذيات قوية من الأساي. الأساي هي نوع من الباري، الباري اللي بتتلقى لنقول رح نحكي عنها بعد شوي نحن هون بالاستوديو. أكيد من مثل الباري بالمبدأ، هي بتعمل فيها سوبر نوتريتيف كومبلكس بقلبه. في عنا اكيد الكونديشنر اللي هو بيعطي كونديشن للشعر بطريقه موشرايزنج اكثر لما تنشف الشعره. في عنا السيروم اللي هو بينحط على الشعر ليعطي حمايه من الرطوبه من الحراره، ما يعمل كشه ما يعمل فريز. في عنا ديب كونديشنر ماسك اللي هو كثير مهم لكل شخص حتى لو منه عامل برازيليان بلو اوت، يعني فيها تستخدمه زبونه اللي شعرها ناشف ضل عملت تريتمنت ساحبه لون عملت وات ايفر، فيها تستخدمه بيعطيها مور موشر للشعره. في كمان اشياء بتعمل فوليوم بالشعر مثل بادي بوستر باودر اكيد اللي بينحط على فروه الراس، هو 3-in-1 مثل دراي شامبو. اذا شعرها هي اويلي بنحط على شعر مثل الباودر بيمتص كل شيء ريزيديو كل شيء مثل السكر داس مزبوط، بيمتص كل شيء من الشعر وبنفس الوقت بتعطي انستنت فوليوم ات ذا سيم تايم. هلا في عنا اكيد منتجات كثير بس لدي الوقت اكيد ما راح نمشي فيهم كلهم. انا افضل على الزبائن، ولكن المهم انه نفسر للسيدات او للاشخاص اللي بحبوا يستعملوا او يعملوا برازيليان بلو اوت انه مثل ما بيشتروا شامبو كونديشنر فيهم يشتروا هالشامبو والكونديشنر اللي هن خاصين بالعنايه ما بعد التريتمنت. يعني وهون طبعا النتيجه بتكون اطول والنتيجه بتكون يعني بتضاين اكثر لغايه 3 اشهر. قد ايه بدنا نعمل برازيليان بلو اوت نتالي عند الحلاق؟ بتكون 90 دقيقة يعني ساعة ونص. بنقعد ساعة ونص بضاينونا بس بثلاث شهور نتيجة بتعقد يعني. الشغلة الحلوة بالبرازيليان بلو اوت انه مش بس هيك، لا بس ال 90 دقيقة يخلصوا الزبونة فيها تربط شعرها تروح على الجيم، مش بس هيك فيها تتحمم تروح على الكلور وات ايفر شي ونا دو شي كان دو ات. يعني هذا هو الكي تبع البرازيليان بلو اوت عن اذر كومبيتيتورز اذا اف ذير از اني كومبيتيتور. صح، وهون كمان ما في مواد مضرة، ما في روائح مضرة، ما في اي شيء ثاني. نتالي في اشياء جديدة بعدها
عم تطلع من هالبرودكت بالذات شو هي؟ في عنا برودوي جديد اسمه برازيلين بلو اوت سبليت اندز. هذا البرودكت اكيد اليوم اذا السيدات عم تسمعنا وكمان الهير دريسرز رح يكون مثل شوك، شيء جديد فيري ترندي. اليوم اذا انت مقصف شعرك او تعبان من تحت، عاده شو بيقول لك الهير دريسر؟ بيقول لك الحل عندك انك تقصيه. نحن قدمنا له غير حل اليوم للهير دريسر، اللي هو السبليت اندز تريتمنت، اللي هو الشعر المقصفه بيسكرها وبيعملها على بعضها. مزبوط، ببين الانز بيصيروا. منشوف الفيديو لحتى نفهم اكثر عن شو عم نحكي. هون ان 10 مينتس ناتالي، 10 مينتس بس بده العلاج السبليت اندز، وبيضاين شهر، كل شهر فيها تعيده اكيد المدام وتاخذ هذه النتيجه الحلوه. اللي وين عم نلاقي برازيلين بلو اوت حاليا؟ اكيد برازيلين بلو اوت موجوده بكل مطارح بلبنان عند البروفيشنال، اكيد سالونز اونلي بدبي، بقطر، بالكويت، بالسعوديه، بكل منطقه العربيه وحتى كل العالم يعني عم نحكي عنها. والاهم انه نقول انه هذا البرودوي هو بروفيشنال، ما بنقدر نعمله بالبيت لحالنا. مزبوط. بدي اتشيك بس لافسر لكم شوي عن البروسيدور اللي بصير. بس استعملوا السبليت اندز، يا ريت فينا نشوف بس السلايد اللي قبل تشوف. مزبوط. هون مثل ما عم نشوف تكون الشعره متقصفه من تحت، تعبانه كثير وعم بتلزق. مزبوط. مثل ما عم تفوت على قلبها بعد الفير اكيد بتصير سيلد وبتصير نتيجه روعه فيها. شكرا لهالتفسيرات ناتالي مشرقي وإلي غريوس، اهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا رح ناخذ وقفه قصيره ومنتابع ام تي في.